كيفكم؟ انا اسامه، وفيديو اليوم رح اعمل لكم 3 افكار بالاعواد وكمان بالشريمونات، يعني بالاعواد بشكل عام. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، لانه اللايكات بتساعد على انه يعني الناس اكثر تشوف هذا الفيديو. فخلينا نجرب نوصل مثلا ل 600 لايك، بعد انكم بتحسوا تعملوها، فلو سمحتوا كلكم ضغطوا هلا زر اللايك، وكمان لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتشغلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل اخبار فيديوهاتي يعني اول باول، وكمان لا تنسوا تعملوا الفولو على انستغرام عشان يعني تشوفوا اخبار عن فيديوهاتي انه ايمتى رح ينزلوا هيك. وهلا يلا نتقل على الفيديو. فالفكرة الأولى رح تحتاجوا لأعواد خشب، وكمان رح تحتاجوا لمقص أو أي شيء يعني مثل بانسة أو يعني أي شيء لحتى يقطع الخشب. كمان رح تحتاجوا للزق، أنا هون عم بستخدم هذا اللزق تبع الكهرباء باللون الأسود طبعا، وكمان عم بستخدم هون مسدس شمع. فأول شيء عم بعمله هو نيتي أنا إنه يعني الأعواد ما عندي كانوا طوال، فباخذ عودين بهذا الشكل وعم بقص نهاية العود اللي هي المدببة أو يعني الحادة، وعم بلزقهم بهذا الشكل، يعني بلزق نهاية العودين بهذا الشكل مع بعض لحتى يتوصل يعني يصيروا متصلين مع بعض. وبعدين عم بغلفهم بقطعة طويلة من هذا اللزق الأسود كمان، فمثل ما انتم شايفين عم بحطهم بطول وعم بلفهم. وهلا بعد ما عملت 12 وحدة من هدول عم بحطهم بشكل مثل شبك وعم بلزقهم مع بعض، وبهذا الشكل بتكونوا خلصتوا. وهلا فيكم تعلقوا عليها اغراضكم اللي بتستخدمون، حتى يعني الصور او اي شيء انتم بدكم اياه، يعني قطع الديكور، وكمان مثل ما قلتلكم فيكم تحطوا الشغلات اللي بدكم اياها. فالفكرة الثانية رح تحتاجوا لمسدس شمع وكمان شريمونة أو شفاطة، ما بدي شو بتسموها، يعني مو موردة تبع الشرب يعني. وكمان رح تحتاجوا لسبراي باللون اللي بدكم اياه، أنا هون عندي السبراي لونه أسود. فانه هاي الفكره كتير سهله بس تاخذ وقت كتير طويل. اللي رح تعملوه بس هو انيتكم تزقوا الشريمونات لحتى تعملوا شكل قارات العالم، فاكيد يعني ما في مقاسات، يعني فيكم بس تطلعوا على الصوره او مثلا توقفوا الفيديو وتشوفوا يعني شلون مقاساتهم شلون ملزقين ببعضهم. فمثل ما انتم شايفين انا هون لزقتهم بالشمع، ومثل ما انتم شايفين الشمع عمل خيوط ويعني طلع الشغل ما نظيف. فرح تعملوا انكم تاخذوا بس سشوار وتسشروها يعني مثل عادي، يعني تسشروها عادي مشان انه هذا الشمع يدوب ويطير يعني، وبس هلا بخوها باللون انتم بدكم اياه. وهلا مثل ما قلت لكم فيكم توقفوا الفيديو لحتى تشوفوا المقاسات. فمثل ما انتم شايفين هدول القطع الصغار من الجزر انا لزقتهم مع بعض باعواد خشبيه، وكمان يعني بخيتهم باللون الاسود. فالفكرة الثالثة رح تحتاجوا لمسدس شمع، كمان رح تحتاجوا لسبراي باللون اللي انتم بدكم اياه، انا عندي هون سبراي كان لونه اسود، كمان رح تحتاجوا لشفاطات او شريمونات اللي بتسموهم، كمان رح تحتاجوا لمقص، ورح تحتاجوا كمان لمسطرة. فمثل ما انتم شايفين اول شيء رح تقصوا 30 قطعة بمقاس 6 سم، فانه يعني مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل رح تقصوا 30 قطعة بمقاس 6 سم. واول خطوه رح تعملوها هي كتير سهله، انكم رح تاخذوا 5 من هدول القطع ورح تلزقوهم مع بعضهم. مثل ما انتم شايفين انا هون اول شيء عم برتبهم على شكل خماسي، فمثل ما انتم شايفين بهذا الشكل رح ترتبون مع بعض. وبعدين انا هلا عم بلزقهم بمسدس شمع، بلزق يعني نهايات القطع يعني نهايه هدول الشريمونات مع بعض مثل ما انتم شايفين. فمثل ما انتم شايفين صار عندي بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلت لكم انه 30 قطعه رح يعملوا 6 من هدول القطع. فأنا هلا عم بزق الحواف مع بعضهم مثل ما انتم شايفين، وهلا رح اخذ الشريمونات بطول الحجم بالطول العادي يعني، وعم بزقهم مثل ما انتم شايفين من كل يعني زاويه من كل يعني خماسي. اذا يعني فاهمين على شرحي، بس انه فيكم تشوفوا الفيديو وشوفوا شو يعني الشكل شلون تلزق مع بعضه. وهلا انا عم ببخها بسبراي اسود، وبس هيك بتكونوا خلصتوا. وبس هلا كان كتير فيديو اليوم، لو عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، كمان تضغطوا على زر الاشتراك اللي هو تحت الفيديو هلا مشان تتنبهوا كل ما انه انزل فيديوهات. والدعم اليوم راح يكون لقناة MB4D، كلكم روحوا اشتركوا بقناته واذاكم جاي من عندي. اذا بدكم انا نيتي ادعم قناتكم، واذا انتم عندكم قناة بدكم يعني ادعمها، ابعثوا لي بس DM على التويتر وانا راح اشوف قناتكم وراح اختار اي وحدة احلى وراح انشرها يعني بالفيديو الجاي. وكمان لا تنسوا تعملوا الفولو على انستغرام عشان يعني تشوفوا اخبار عن فيديوهاتي انه ايمتى راح ينزلوا هيك. وبس بشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة. It's the love and loyalty you've shown. I could work hard, make a fortune, let it all out.